مساء الخير. انا راح احكي بهذا الفيديو والله من قلب محروق، وبحياتي ما فكرت اني اطلع واحكي بهاي الامور، لبناني وسوري ومشاكل، ولكن والله طلعت بهالفيديوين ثلاثة اقسم بالله من وجع قلب. بدي احكي اللي بقلبي يعني، وخلص شو بده يصير. في كم شخص حضرت كم فيديو باليومين اللي راحوا، طبعا كلامهم مبني على الحقد والكره الشعب اللبناني، ويشغل هالكاميرا ويصور، يبدأ يصور دغري وهو مو عارفان شو يحكي. مسكين بيطلع ترند بس، ومفكر حاله رجال عم يدافع عن اولاد بلد السوريين. تلاقيه من ورا الشاشة وعم يحكي ويزعبر وهو عايش بألمانيا. طيب إذا كنت رجال عن جد وبدك تدافع وتسوي حالك أبو علي، تعال انزل على لبنان، والله لا يحطوك بمكان أنت ما بتحبه. ولكن أنا راح أحكيك بشوية احترام ومنطقية، لأنه أنا هذا اللي بعرفه. أنت بألمانيا تقدر تتأخر عن تجديد إقامتك؟ لا. طيب تقدر تسوق سيارة وهي منتهية شهادة سواقتك؟ لا. اوكي. تقدر تسوق موتور ده الموتور مسجل ولا انت مسجل؟ لا. طيب حلو، تعال احكي لك عن لبنان شو عملت مع السوريين. عد اعصابي عليك، بس بلبنان تفت الاراضي لبنان كلياتها وانت ما عندك اوراق دخول شرعي، تمام؟ بس بلبنان بتسوق موتور والموتور مو مسجل وما عندك شهادة. لا، والأحسن من هذا كلياته ومركب هاي القطع على الموتور، إذا تكون جاي من صيدة اللي بيروت يسمع صوت الموتور. هذا الشيء شوفه بس بلبنان. بس بلبنان بمنطقة جغرافية صغيرة جدا استقبلت في يوم من الأيام 4 مليون سوري. جيب لي بلد من بلاد العالم الكبيرة استقبلت 4 مليون سوري. بس بلبنان السوريين أكثر من أصحاب الأرض. بس بلبنان تروح تأخذ المواد المدعومة مثل البنزين والسكر والرز والخبز مثلك مثل المواطن اللبناني. هذا الشيء بس بلبنان تشوفه. على فكرة الشيء اللي بدي أحكي لك إياه عن لبنان، هذا الكلام يعرفوه بس السوريين اللي قاعدين بلبنان، بس الشباب اللي موجودين بهاي الظروف اللي قاعد يعيشوا بلبنان. أنا طبعا ما أنكر إنه في ناس اعتدوا على السوريين وفي ناس حكوا كلام سيء، ولكن هاي الفئة بكل شعوب العالم تلاقيها، بأحسن شعوب وقع على الأرض تلاقي فئة سيئة دائما، هاي الفئة مو منيحة. ولكن والله العظيم أنا من 2009 موجود بهذا البلد إلى يومي هذا، 10 ناس والله ما شفت منهم إلا كل خير. 10 ناس بحطهم على الجرح بيطيب، مثل ما بيقولوا عندنا بسوريا حطهم مع المي العكرة والله بينشربوا. أتمنى لو أني كنت من هذول المشاهير اللي عندهم ملايين المشاهدات، ويوصل كلامي لكل سوري عايش بلبنان. والله العظيم لكنت أطلقت حملة حب لهي الأرض ونحرق الدفاتر القديمة بيننا وبين الشعب اللبناني ونبلش من جديد. حتى لو اللبنانيين رفضونا راح نحن نظل نحاول ونشتغل ونشوفهم مقدار حبنا لهي الأرض وهذا البلد. ولا يعرف الشعبين مدى حاجتهم لبعض، ونكون كلياتنا بأمر القانون ونساعد الشعب والدولة. بدهم ايانا نطلع حراس على الطرقات نحمي الطرقات، نطلع. بدهم ايانا نطلع نساعد تنظيف الشوارع، نساعد. بدهم ندعم مشاريع الدولة بإيدنا العاملة، بندعم. وأنا متأكد أغلب أخواتي السوريين اللي موجودين هون بلبنان يوافقوا، ولكن للأسف المنبر الصح بيد الأشخاص الغلط. الله لا يسامح كل شخص يحكي بسوء عن أي شعب ويجي هذا الشعب يبلش يكرهنا بسببك أنت. أنتم ملتهين بالجولات والفيديوهات التافهة، وتحقن الناس على أولاد بلدك وتحقن الناس على بعضها وتنثر الفتنة. هذا البلد ما يكره الشعب السوري، أنتم خليتوا يكره الشعب السوري. هذا البلد فيه فئة جدا قليلة اللي يكره السوري، ومستحيل هذا الكره يكون بلا سبب. دقق، مستحيل يكون بلا سبب.
أكيد عنده سبب. بأول فيديو حكيت وعطيت السوريين حقهم اللي موجودين بلبنان، فقلت بهذا الفيديو لازم أطلع وأنطى اللبنانيين أيضا حقهم، وأنتوا أحسن منا يا جماعة، وأنتوا مفضلين علينا يا أخوتنا اللبنانيين، معروفكم ما ننسى. تحية للبنان الصامد، السلام عليكم.